حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة. والبداية من العناوين: استحقاق المحلية، مواقف متعددة، قوى سياسية تدعم الإجراء وأخرى تطالب بالإرجاء. البيت السني، زعامة قلقة ورؤوس متفرقة وإمكانية الجمع من الخارج واردة. إذن مشاهدينا، مع دخول مفوضية الانتخابات مرحلة تدقيق البيانات، عاد الجدل مجددا حول أهمية استحقاق المحلية. مواقف متعددة ومتباعدة، أولها وأثقلها في الميزان، قوى تدعم إجراءها في موعدها المثبت وتحفز الجهات المعنية على اتخاذ كل السبل التي تؤمن سلامة الوصول. وثاني هذه المواقف هو مقاطعة استحقاق المحلية لأسباب ترى فيها قوى سياسية أنها حلقة زائدة في جسد الدولة، وأخرى تطالب بتأجيلها حتى تحقيق بيئة مثلى لهذه المنافسة. وأمام هذه الخيارات المتعددة التي طرحت دفعة واحدة، يرى من يراقب المشهد وحركة التفاعل أن الحكومة ماضية في إقامة هذه الانتخابات وقطعت أشواط مهمة بددت جميع الخيارات التي تذهب برحيل هذه الانتخابات إلى مواعيد أخرى. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، فإن صراع البيت السني ما يزال يتصدر عناوين المشهد. وفي محاولة خاطفة للملمة الشتات، تدخلت تركيا على خط الأزمة عبر عراب المصالحة وزير خارجيتها لرأي بهذا الصدع قبل توسعه، ومحاولة توحيد الجهود التي ربما يكتب لها النجاح مثل ما جرى سابقا، أو يتعذر عليها إعادة ترتيب أوراق القوى السنية لحجم الشقاق والاختلاف، خاصة مع كيل الاتهامات بالفساد ومحاولة اختزال البيت السني بشخص واحد. إذن مشاهدينا، مع الدخول في العد التنازلي لإقامة انتخابات مجالس المحافظات، ما تزال المواقف السياسية من إجرائها متباعدة. مساحة الاختلاف تتركز في الآلية والأهمية، لكن إجراءات الحكومة في التحضير لاستحقاق المحلية ركزت الجهود نحو إقامة هذه الانتخابات في موعدها المثبت. والمزيد من التفاصيل مع الزميلة نهى الشمري. يشهد الواقع السياسي في العراق منافسة مستمرة مع قرب موعد انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي، ليكون مجلس النواب ساحة مفتوحة للتنافس بين القوى السياسية المشاركة عن طريق خلق ائتلافات للعمل على إدارة ملفات الانتخابات المقبلة. فبين قوى داعمة لتحضيراتها وآليات تنفيذها وأخرى تقسمت أعضاؤها بين انشقاقات وتأييد، تستمر المفوضية باستعداداتها لتنفيذ القرارات الخاصة بالانتخابات. أما القوى الناشئة فيرى المراقبون أنها غير قادرة على المضي في الانتخابات منفردة دون الانضمام إلى تحالفات كبيرة، وذلك بعد مطالبتها بإرجاء الانتخابات وأخذ الفرصة الكافية للتمكن من أدواتها بحسب آراء المتابعين. في المقابل، تدعم القوى السياسية الأخرى المتمثلة بالإطار التنسيقي الانتخابات بوقتها المحدد، الأمر الذي جعل مساحة التنافس السياسية تتسع دائرتها مقابل تشظي وتجزئة القوى المتبقية. فالمشهد السياسي يدور بين قبول وإرجاء للانتخابات وانقسام بعض الكتل الأخرى وعدم إيضاح موقف أعضائها، لكن وبحسب مؤشرات الواقع السياسي الذي يتابعه المراقبون، أن قرارات الانتخابات والعمل على تنفيذ آلياتها بصورة صحيحة ما زالت خطواتها واضحة ومستمرة، مما جعلت القوى الداعمة تتعاضد لتسهيل إجراء الانتخابات بوقتها المتفق عليه دون عراقيل أو عوائق تقف أمامها. نهى الشمري، الأيام.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سويا بضيوفنا الكرام، المحلل السياسي السيد عماد المسافر وكذلك المحلل السياسي السيد واثق الجابري. أهلا بكما. وأبدأ معك سيد عماد، دخلنا مراحل متقدمة في العملية الانتخابية ولا يزال حدة الجدل حول الانتخابات المحلية المرتقبة حاضرة وفي تزايد مستمر، لكن تعتقد فعلا لن تكون هناك انتخابات كما توقعت بعض القوى والشخصيات السياسية؟ شكرا جزيلا أستاذ بشار، تحية لك ولضيفك الكريم ومشاهديكم الكرام. حقيقة كل المعطيات تشير أن الانتخابات المجالس المحلية ستكون في موعدها المقرر، هذا ما نتج عنه اجتماع آخر اجتماع لائتلاف إدارة الدولة برئاسة أو بحضور السيد رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني. أبدت هذه الكتل السياسية التي هي كانت عازمة لدخول هذه الانتخابات، يعني أكملت جميع استعداداتها من تسجيل هذه الكيانات وتسجيل قوائم المرشحين للانتخابات في مفوضية الانتخابات ودائرة شؤون الأحزاب، كذلك مفوضية الانتخابات أبدت استعدادها يعني لإقامة هذه الانتخابات. هناك نسمع أصوات من هنا وهناك تطالب بتأجيل أو بإلغاء مجالس المحافظات، كما يعرف جنابك أنه يعني التعطيل بإيقاف عمل مجالس المحافظات منذ حراك تشرين إلى هذا التوقيت هو ليس دستوري، والدستور وضع خطوات أساسية لمجالس المحافظات وهو شيء دستوري. إذن كل الأصوات التي تتعالى من أجل يعني تأجيل هذه الانتخابات ليس لها ذاك الحجم الكبير، لو استثنينا الأخوة بالتيار الصدري وهم ليس لهم رغبة بدخول هذه الانتخابات وليس لديهم مشكلة في أس الانتخابات. أما بقية الكيانات السياسية نستطيع أن نسمي كيانات صغيرة، كيانات ناشئة، لديها بعض التحفظات ربما على قانون الانتخابات، على توقيت الانتخابات، لكن كل هذا يعني لا يتعارض مع إرادة القوى السياسية الكبيرة التي تمثل عصب الحياة السياسية بالحالة العراقية التي هي مع إجراء هذه الانتخابات في موعدها المقرر. طيب سيد واثق، الاستعداد الحكومي الكبير والاستعداد السياسي أيضا ومفوضية الانتخابات، ممكن أن تنجح محاولات تأجيلها أو حتى إلغائها؟ نعم، شكرا جزيلا لكم وتحية لكم مشاهديكم الكرام للضيف الكريم. بطبيعة الحال أهمية انتخابات مجالس المحافظات باعتبار العراق أولا نظام فيدرالي اتحادي وذات نظام حكم محلي هو من يحكم طبيعة الإدارة في المحافظات وإدارة طبيعة الخدمات، لذلك تعطيل مجالس المحافظات كان مؤثرا بطبيعة القرارات وطبيعة يعني الخدمات التي قدمت في المحافظات. لكن الأصوات التي تتحدث عن تأجيل الانتخابات، طبعا هذه الأصوات نسمعها في كل انتخابات، هي تشكك بالعملية الانتخابية بل تشكك هي أصلا بالعملية السياسية، لذلك هي تحاول أن تتحدث بأنها تعبر عن صوت المواطن أو هنالك رفض للأحزاب السياسية، لكن أعتقد هذه الرؤية غير صحيحة، لأنها هي لو شاركت يعني ممكن تعتقد بنفسها أن لا تحصل على الأصوات، وإلا الرغبة السياسية موجودة وهذا الكم الكبير من الأحزاب والتنافس والفسحة الموجودة، كل الخيارات الآن مفتوحة أمام كل قوى سياسية، ممكن أي حزب ب 500 توقيع يأتي ويرشح الانتخابات وله الحرية وينافس ويطرح البرنامج. لكن هذه القوى أولا ما تسمي نفسها، أولا هي تسمي نفسها قوى ناشئة أو قوى صغيرة، لذلك ما زالت هي تعتقد أنها قوى صغيرة، إذن هي هناك قوى كبيرة عليها أن تؤمن بأن القوى الكبيرة لها تأثير وسيطرة على الشارع ولها أفكار وأيديولوجيات وتنظيمات بنفس الوقت، ولكن هذه القوى طبعا للأسف هي تثقيفها للانتخابات، يعني حتى وإن شاركت تتحدث بأن الانتخابات محكومة مسبقا وأن التزوير سيحصل وأن الشارع لا يمل بالانتخابات، المشكلة لا تحث الجمهور التي تتحدث عنه أو تقول أنها تمثله، بالتالي العملية الانتخابية ومفوضية الانتخابات والحكومة ماضية بمسألة استعدادات الانتخابات وإجراء الانتخابات بوقتها المحدد، وهي استحقاق دستوري وهو استحقاق تأخر كثيرا، يعني القوى التي تؤمن بالعمل السياسي وبالديمقراطية عليها أن تدعو للانتخابات، أن تشجع الناخبين، أن تدعو للمشاركة الواسعة من أجل أن تكون انتخابات أكثر تمثيلا للشارع العراقي، ليس
بهذه الأفكار التي دائما ما هي ما تحبط الشارع العراقي وتمنعه من المشاركة وتدعوه بدعواته. يعني طيب. راح نسمع الإثارات اللي راح تصير كل ما تقترب الانتخابات، كل ما تتصاعد هذه الأصوات وتشكك وتفتح ملفات صادقة أو كاذبة، بالتالي هي معرقلة للعمل السياسي، أصلا لا تؤمن بالعملية السياسية. لكن سيد عماد، العملية السياسية في العراق عملية سياسية توافقية، هذا ما دابت عليه القوى السياسية بشكل أجمع، وهي دائما تراعي مصالح حتى الكتل والأحزاب والحركات الصغيرة نسبيا، لكن رغبات التأجيل أو الإلغاء هل هي مبررة من الجانب السياسي أو الوطني؟ أبدا، ليس هناك مبرر يعني لإقامة انتخابات. يعني نص عمل هذه المجالس المحافظات هو مراقبة وتنفيذ مشاريع في المحافظة نفسها. ربما يشكل البعض، القوى تشكل على أنه الأحزاب الكبيرة بإمكانها أن تسيطر أو القانون يخدم هذه الأحزاب الكبيرة ولا يخدم الأحزاب الصغيرة الناشئة، لكن تكتيكيا ممكن جدا أنه هذه الأحزاب الناشئة لكثرتها بإمكانها أن تتحالف بتحالف انتخابي وتصبح يعني كتلة كبيرة وتشترك بهذه الانتخابات، وبإمكانها أن تحقق نجاح وتحقق مقاعد في مجالس المحافظات إذا كانت فعلا واثقة من جماهيرها وقواعدها الجماهيرية. نعم. العملية توافقية، نعم، يعني الحالة العراقية حالة خاصة جدا. العراق بلد مكونات، بلد لا يمكن أن يكون هناك أو يحكم من طائفة واحدة أو شخص واحد، كل الطوائف يجب أن تكون ممثلة داخل هذا النظام السياسي، وكل القوميات كذلك، كل التوجهات. إذا لا فيتو على جهة معينة، ولا فيتو على طائفة معينة، ولا فيتو على كيان سياسي معين، بالعكس العملية السياسية تستوعب الجميع، ومن خلال الانتخابات بإمكان الراغبين أن يكون لهم جزء مشارك بهذه العملية السياسية، يكونوا جزءا من هذا العمل السياسي. طيب سيد واثق، بعض القوى المدنية يمكن تبدو أنها غير مستعدة لخوض هذا الغمار الانتخابي، تطالب بإرجاء الانتخابات لغياب بيئة المنافسة الانتخابية، ما مدى واقعية هذا الطرح سيد واثق؟ لا طبعا هو الطرح غير واقعي. أولا يعني إحنا ما عندنا تسمية أنه هذا حزب صغير وهذا حزب كبير كذا، بالتالي المساحات هي كلها مفتوحة لكل القوى السياسية والمنافسة، والبرامج موجودة، وإذا كانت هذه القوى هي بالفعل يعني واقعية تمثل الشارع العراقي، عليها أن تطرح نفسها وتطرح برنامجها وتقنع الشارع بالمشاركة، اللي هي تقول أنا أمثل يعني أغلبية الشارع، وهذه الأحاديث الكثيرة اللي يتحدثون بها، ويعني كأنما هم يحاولون احتكار الشارع، وهذه يعني أعتقد دكتاتورية بطبيعة الأفكار التي يتحدثون عنها، وكأنما يختزلون التفكير، وكأنما الشارع كل شارع يتبع لهم، وبالتالي هذا غير واقعي. الأحزاب لها رسوخ في العملية السياسية، لها آثارها، لدى عمل كبير يعني بداخل العمل السياسي. ثم العراق هو بلد تعددي والساحة مفتوحة، وما عندنا قانون يقول أنه هذا الحزب المدني حدوده بهذه المجال، لا، الآن المساحة مفتوحة والانتخابات كل المجالات لهذه القوى ممكن أن تنافس وترشح وتطرح أسماء وتطرح شخصيات، أو بالتالي هو يعني العمل هو هذه الديمقراطية، أنت متى ما تملك عدد من الجمهور هو من حقك أنه تكون أنت تتصدر المشهد وتوصل للسلطة. ثم يعني حتى التعددية وطبيعة التوافقية التي تحدثت عنها أستاذ بشار، يعني إحنا نظام تعددي يعني مفرط يعني كثيرا، يعني هو هذه نتاج العمل التعددي الكبير، لابد أن يحتاج إلى توافق وتوائم بين الأفكار والقوى السياسية لتشكيل الحكومات. سيد عماد، بعض القوى السياسية ذهبت لأبعد من هذا الطرح، ومثل ائتلاف الوطنية طالب بإلغاء هذه الانتخابات كونها حلقة زائدة وأحد أبواب الاستحواذ على مقدرات الشعب، لكن شلون يتم إلغائها وهي عادت بقرار من المحكمة الاتحادية، إضافة أنها أحد نقاط البرنامج الحكومي للحكومة الحالية؟ يعني مثل ما تعرف جنابك ويعرف المشاهدين أن يعني مجالس المحافظات تم إلغائها
على أثر حراك تشرين الذي كان يطالب وله مطالب عديدة، لكن تبين بعد يعني بعد أن بتت المحكمة الاتحادية بهذه القضية تبين أنه هذا القرار غير صحيح وغير دستوري، ومجالس المحافظات هي دستورية. أنا أقول من يريد أن يغير بطبيعة هذا النظام الذي جاء عبر انتخابات وجاء هذا حتى الدستور جاء عبر التصويت الشعب العراقي عليه، من يريد أن يغير بطبيعة هذه النظام أو إدارة هذا النظام أو آلية هذا النظام عليه أن يغير من الداخل، الذي يعتقد بأن يعني مجالس المحافظات حلقة زائدة ولا فائدة منها عليه أن يكون له ممثلين داخل مجلس النواب، ومن خلال مجلس النواب ممكن تعديل الدستور وإلغاء هذه الحلقة. أما يكون إلغاء هذه الحلقة بالإرادات وفرض الإرادات أعتقد أنه هذا غير صحيح، لكنه رغم هذه الأصوات التي نسمعها هناك الكثير من الأخوة في تشرين الذين كانوا يرفعون هذه الشعارات، نراهم اليوم قد سجلوا كيانات جديدة في دائرة شؤون الأحزاب وهم عازمين على خوض غمار هذه الانتخابات، إن دل على شيء إنما يدل على أن طيب. هذه الناس اقتنعت بأن يجب أن يكون التغيير من الداخل. طيب سيد واثق، مقاطعة لهذه الانتخابات من قبل التيار الصدري مثلا، بعض القوى المدنية أيضا، ائتلاف الوطنية مثلا، وهذا الجدل متواصل، ما راح يأثر على سلامة الأجواء والاستقرار من أجل إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي؟ طبعا هي أكيد المقاطعة هي تعبير سلبي بالنسبة للعمل الديمقراطي، وإلا المحترض على القوى السياسية ومحترض على برنامج أي قوة سياسية أو أي فعل سياسي ممكن أن يطرح برنامج المنافس، وبالتالي هو يصدر للمشهد وممكن الجمهور يقبل بالبرنامج البديل إذا كان بالفعل يعني هو لديه جمهور ولديه قبول يعني مثل ما يتحدث. لكن هذا مشكلة المقاطعة ومشكلة حث الجمهور على عدم المشاركة وأن العملية السياسية لا يمكن أن تنتج، طبعا هذه تعبير خاطئ بالنسبة للعمل الديمقراطي، بالتالي المفترض المشاركة وحث الجمهور وبيان موازين هذه القوى، هل بالفعل هي لديها برامج ممكن أن تؤثر أو تخدم الشارع العراقي بالتالي ممكن أن تغير، أو أن بالفعل هذه القوى هي الوحيدة التي استطاعت أن تثبت نفسها في العملية السياسية والآن المجال هو مفتوح لهذه القوى. لماذا هذه المقاطعة؟ كل انتخابات نسمع هذه الأصوات. أعتقد هذه القوى التي تقاطع من قراءة، ربما قراءة لهذه القوى نفسها، هي متأكدة من نفسها أنها لن تستطيع التنافس أو لن تستطيع أن تحقق الأصوات التي تتوقع يمكن أن تحصل عليها، بالتالي هي طيب. نتاج العمل يعني الانتخابي، رغم أنه القانون الانتخابي في الانتخابات البرلمانية السابقة ربما أفرز قوى، لكن القانون لم يكن هو ذلك القانون الصحيح الذي يمكن أن يعبر بشكل فاعل عن حجم الأصوات، وإلا قوى حصلت على يعني منها الإطار التنسيقي حصل بحدود مليونين ونص صوت، لكن مقاعد قياسا لمن هم ثلث هذه الأصوات حصل على مقاعد أكثر من الإطار، بالتالي عملية القياس على القانون السابق هو قانون فيه نوع من الغبن إلى القوى السياسية وعدم تمثيل حقيقي لهذه القوة، بالتالي القوة المقاطعة من المفترض أن تدعو الشعب العراقي إلى المشاركة، تدعوه تشجع يعني حتى أن لم تشارك يعني هي المفروض تكون هذه الدعوة حاضرة، لكن هي تقاطع وبنفس الوقت تحرض على العملية السياسية وعلى الانتخابات بذرائع متعددة، وهذه يعني غير وارد في يعني غير موجود في يعني طيب. اسم معارضة للانتخابات قبل الانتخابات في نظم الحكم الديمقراطي. سيد عماد، ما تعتقد أن هذه القوى هي بحاجة إلى تطمينات هذه القوى الناشئة بشأن شفافية العملية الانتخابية؟ لو تعتقد أن مخاوفها جاءت كقراءة مبكرة أنها لن تحصل على شيء؟ يعني أبداً لا أعتقد هناك تطمينات بالعملية السياسية أو تطمينات قبل خوض الانتخابات. الجميع يؤمن أن هناك قضاء وهناك دستور وهناك مفوضية عليا مستقلة تبت بهذه النتائج، من يريد أن يشارك ويحتكم إلى هذه النتائج وإلى هذه القوانين والنظم أهلا وسهلا ومرحبا. شاهدنا هذا في الانتخابات الماضية عندما يعني كان هناك جزء من الإطار التنسيقي قد اعترض على عين القانون ثم اعترض على نتائج الانتخابات، لكن عندما طعن بنتائج هذه الانتخابات وجاء قرار المحكمة الاتحادية تماشى مع الأمر كأنه واقع حال،
فلم يطعن بالقضاء ولم يطعن بشرعية العملية السياسية. من يريد أن يشارك عليه أن يشارك، لكن أعتقد أنا أن الذين بعض الذين يريدون يعني إلغاء هذه الانتخابات أو عدم المشاركة هم قارئين جيدين للساحة وعارفين حجمهم الانتخابي، لهذا لا يريدون الدخول والفشل وإظهار نتائج ممكن أن تحرجهم أمام جماهيرهم. طيب سيد واثق، إن نجحت هذه الانتخابات رغم المقاطعة من بعض القوى السياسية، طيب أداء واستقرار عمل المجالس المحلية ما راح يتأثر؟ لا، هي بطبيعة الحال العملية السياسية تمضي، والقوى السياسية التي ممكن أن تفوز بالانتخابات هي اللي ممكن تتحكم بمجالس المحافظات، وأكيد هي تحت رقابة يعني بقية القوى. لكن هذه القوى اللي تتحدث يعني عن الشكوك بهذه القوى، يعني هي أيضا شاركت بانتخابات البرلمانية وفاز عندها ممثلين، لكن دورهم وين الآن؟ يعني اللي مثلوا تشرين، اللي مثلوا القوى المعارضة الأخرى، وين دورهم الآن في البرلمان؟ ما سمعنا لهم لا صوت ولا تأثير ولا تبني لمشروع قانون ولا محاسبة أو استجواب وزير، وبالتالي كل الأصوات اللي كانت تتحدث يعني في الفضاء الإعلامي، مواقع التواصل الاجتماعي، وكثير من الشعارات اللي يتناولوها هي شعارات غير واقعية. وإلا العمل السياسي ممكن كل شخص أنه ممكن يعارض، ممكن أنه يدخل بالعمل السياسي ومن خلال وجوده ممكن أنه يكون فاعل، وحتى إن كان يعني خارج العمل السياسي أيضا المعارضة أو الاعتراض على بعض الأشياء لابد أن تكون بناءة، يعني من أجل إيجاد بيئة سياسية وإيجاد حلول لكثير من المشكلات، ليس بالفعل الذي يستخدموه إسقاط العملية السياسية والتشكيك بالقوى وتخوين القوى الأخرى. بالتالي يعني هذه الشارع العراقي اليوم يدرك جيدا أن يعني المفترض أن نستفيد من التجربة، كل ما يعني نتقدم ربما هنالك ثغرات أخطاء، يعني حتى بطبيعة اللي تحدثت عنها التشكيك بالعملية الانتخابية، احنا كل انتخابات تجدد الآليات وممكن نبحث عن طرق انه نتلافى كل الثغرات اللي حصلت. الآن مفوضية الانتخابات راح تستخدم العد اليدوي والفرز الإلكتروني وكاميرات مراقبة، وأيضا موجودين من مفوضية من مراقبين دوليين من مراقبي كيانات هذه الأحزاب اللي تشارك، تخلي كيانات أيضا موجودين بالمفوضية الانتخابات، ممكن تراقب وممكن تطعن وتقدم شكوى، ومثل ما قال الأستاذ عماد الشكوى موجودة، وإذا كانت الطعون والشكاوى واقعية يؤخذ بهذه القضية. طيب، وإلا يعني مسألة التبارز والتباري بالكلام ومنع الجمهور من المشاركة أعتقد هذا ليس صالحا لأحد. سؤال أخير لكم سيد عماد، أمام هذه المواقف غير مؤيدة أو غير مشجعة لإقامة هذا الاستحقاق، بالنسبة لموقف الإطار التنسيقي داعم هو لكل خطوات الحكومة بموضوع الانتخابات وإجراءها بموعدها المحدد، لكن هل هو قادر أن يكون عامل نقاء يقلل من تأثيرات ما يثار ضد هذه الاستحقاقات محلية؟ يعني أبدا ليس الإطار التنسيقي وحده داعم لإجراءات الحكومة، ائتلاف إدارة الدولة الذي تشكلت منه هذه الحكومة هو داعم لإجراءات الحكومة ومساند لها. ربما يشكل البعض، ربما يقول البعض أن هناك تفكك وهناك تعثر وهناك يعني صراع أو خلاف داخل الإطار التنسيقي وخلافات مع حكومة السيد السوداني، لكن ما نشاهده على أرض الواقع أبدا كل مسيرة هذه الحكومة هي مدعومة ومسنودة من قبل ائتلاف إدارة الدولة. ربما تحتاج هذه الحكومة إلى بعض المساندة من الكتل السياسية عبر البرلمان، عبر يعني تشريع قوانين تكون داعمة لأداء الحكومة سياسيا. هذه الكتل السياسية لن تدخر جهدا بدعم هذه الحكومة، لأن هذه حكومة فعلا كما سميت هي حكومة الفرصة الذهبية، وواحدة من أهم مهام هذه الحكومة التي يركز عليها السيد السوداني هو يقول أريد أن أعيد ثقة المواطن بالعملية السياسية. متى ما أعيد ثقة المواطن بالعملية السياسية هو هذا نجاح أكبر لحكومة السيد السوداني وحكومة ائتلاف إدارة الدولة. طيب قبل ما نختم أرجع لك سيد واثق، الانتخابات البرلمانية الأخيرة أيضا واجهت مشاكل وواجهت مقاطعة من قبل مختلف القوى السياسية، تيار الصدر للحزب الشيوعي، الإطار وبقية القوى السياسية بذلت جهود حثيثة من أجل إعادتهم إلى الانتخابات، نجحت بإعادة التيار وإقناعه بالمشاركة بهذه الانتخابات البرلمانية الأخيرة
هذه الجهود موجودة حاليا؟ هل هناك تواصل مع القوى المدنية والتيار الصدري من أجل إعادته ومشاركته في هذه الانتخابات؟ يعني لحد الآن أثبتت قوى الإطار أنها قوى تؤمن بالدولة وبالقانون والممارسة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، بالتالي هي دائما ما تدعو القوى السياسية أيضا المقاطعة للمشاركة. لكن يعني اعتقد هذه القوى المشاركه يعني المقاطعه للعمليه السياسيه دائما ما تحاول ان تشكك ودائما ما تريد ان تطيح بين الحكومه والقوى السياسيه، لذلك يعني معظم مشاكل رؤساء الوزراء السابقين كانت بين يعني بين القوى السياسيه ورئيس الوزراء. الان النجاح نجاح السيد السوداني هو نجاح للاطار، لكن هنالك بعض القوى تحاول ان تفصل بين عمل رئيس الوزراء والإطار التنسيقي أو تحالف إدارة الدولة، لكن السيد السوداني مثبت على يعني طبيعة تحالفه وانطلاقه من الإطار التنسيقي والمشاورات والاجتماعات المستمرة التي وصلت إلى 162 اجتماع لحد الآن يعني. طيب. بالتالي هذه القوى هي تؤمن بالدولة والسبل القانونية والدستورية و يعني طيب. عملية الانتخابات، لذلك المفترض بقية القوى أن تشارك وتمثل نفسها وتمثل الجمهور التي تعتقد. واضح سيد واثق، شكرا جزيلا لكم المحلل السياسي سيد واثق الجابري، شكرا لك، وشكرا جزيلا لكم المحلل السياسي سيد عمادة المسافر، شكرا لكما. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. البيت السني زعامة قلقة ورؤوس متفرقة وإمكانية الجمع من الخارج واردة. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل الملف الثاني من الحصاد نرحب سوية بضيوفنا الكرام السياسي المستقل الشيخ غسان العيثاوي. أهلا بكم الشيخ غسان، والترحيب أيضا بالسياسي المستقل أنور العلواني. أهلا بكم أستاذ أنور. أبدأ معك الشيخ غسان، وخصوصا حول لقاء وزير الخارجية التركي سيد فيدان مع الزعامات السنية، وكان له تفسيرات كثيرة تتعدى التفسيرات البروتوكولية، لكن شخص ذاته كان عراب مصالحة سابقا ما بين السيد الحلبوسي والسيد الخنجر، هل هنا جاء يعني فيدان للبحث عن مساحة اتفاق سنية جديدة؟ في البدء شكرا لكم ولقناتكم الكريمة ولضيفك الكريم الأستاذ أنور العلواني. حقيقة كما يعرف الجميع أن السياسة هو بحر كبير هنا وهناك، كل يعمل فيه، وخاصة أن العراق يمر بمرحلة خطيرة ألا وهي مسألة جفاف الأنهر نهري الفرات ودجلة، وهذه طبعا من أكبر العقبات التي تواجه الحكومة الحالية. حقيقة فتح المجال الواسع للعراق مع الدول المجاورة هو خطوة إيجابية، ولكن نحن حقيقة عندما تتبعنا زيارة وزير الخارجية التركي أتى بفترة حرجة، أتى بشروط بتقديري الشخصي نوعا ما تكون قاسية على الشعب العراقي أو حتى بالأحرى على الحكومة العراقية. الزيارة هذه نراها أنها تمهيد لاتفاقيات أولية، تمهيدا لزيارة الرئيس التركي أردوغان للعراق، وهذه حقيقة القدوم إلى العراق لم يأتي من فراق، وخاصة أن هنالك مسألة نفط إقليم كردستان الذي يصدر عن طريق ميناء جيهان التركي قد توقف، وهذا طبعا له انعكاسات اقتصادية وسياسية وحتى على المستوى الأمني، وخاصة أن تركيا لها إشكاليات مع شمال العراق وخاصة بوجود الحزب العمال الكردستاني الذي هو من المعارضة القوية للحكومة التركية. إضافة إلى ذلك هنالك اتفاقيات
اقتصادية يريد أن يمليها الجانب التركي على الجانب العراقي، وخاصة حقيقة على أقليم كردستان، كونه بنظر حقيقة عدة دول يشكل مصدر قلق، كونه أخذ بالانفتاح بالإعمار بالبناء، وهذا طبعا يشكل مصدر قلق لدول أيضا لديها القومية الكردية. أما بخصوص السؤال حقيقة باللقاء بالزعامات السنية، حقيقة هذا لم نستغرب بهذا الشيء، وخاصة أن هذه الشخوص السيد محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي والسيد خميس الخنجر لهم علاقات قوية سابقا، وكما تفضل جنابك أن أبان الانتخابات السابقة كانت هنالك العلاقات المتوترة أو شبه منقطعة ما بين السيد الحلبوس والسيد الخنجر، وكان هنالك لقاء حقيقة كما تداولته أغلب القنوات الفضائية، ومعروف لدى جميع الساسة العراقيين بأن هنالك مصالحة قد حصلت ما بين ممثلي المكون السني برعاية تركيا، مما مهدت المجال للدخول بقائمة واحدة وتسوية الخلافات، وبالأحرى بترطيب الأجواء للسير قدما بالاتجاه الصحيح للانطلاق بعدم تشظي المكون السني. أما طيب. القدوم الآن حقيقة فالكلام به كثير، نفسح المجال ومن ثم نتكلم مرة أخرى. طيب سيد أنور، تابعت تغريداتك، كنت متفائل بشكل كبير بأن تكون يعني نهاية هذه الخلافات هو الاتفاق كما حصل سابقا، لكن حجم الانشقاق كبير ما بين هذه القوى، ما مدى إمكانية إعادة الارتباط ما بين القوى السنية بوساطة تركية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيد بشار ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناة الأيام. حقيقة التحالفات السنية لا تختلف عن التحالفات الشيعية، قرب كل انتخابات تظهر على العلن بعض الخلافات وبعض الانشقاقات وبعض الانسحابات التي هي انسحابات أنا أراها انسحابات إيجابية وانشقاقات قد تخدم المواطن الأنبار وأبناء المدن المحررة وحتى باقي المناطق. سيدي العزيز، الكل علم أن كان هناك خلاف قوي بين السيد الخنجر وبين السيد الحلبوسي، والتدخل التركي حقيقة الذي علم به الجميع كان له الدور الأبرز في أو منع الخلافات حقيقة. وأنا أتطرق إلى البيان الرسمي من وزارة الخارجية العراقية وفحوى اللقاء بين الوزير الخارجية التركي والسيد وزير الخارجية العراقي، هي ثلاثة محاور، منها التبادل التجاري وحرق المصحف، تطرقوا إلى حرق المصحف الشريف ووجوب استنكار هذا الفعل الشنيع من الدول الإسلامية وحتى من الدول الأوروبية. والأمر الأهم حقيقة وأنا أراه أمر سلبي، وهو فيما يخص حصة العراق من المياه. يعلم الجميع أن نهر الفرات ينبع من الأراضي التركية، وهناك جفاف في نهر دجلة ونهر الفرات. طيب. التساؤل من العراق. هي الملفات كثيرة يمكن سيد أنور، لكن قضية تدخلات ربما خارجية تركية، إذا كانت تدخلات خارجية من أجل إيجاد مصالحة وتهدئة سياسية ما أكو إشكال، يمكن هذا دور محمود، لكن مرحلة إعادة جمع سني ما نريد نتحدث عنها كما نتحدث عن إمكانية فعلا يعني المسألة توصل لنجاح مساعي تركيا بإيجاد هذه المصالحة سواء ما بين أطراف سنية وسنية أو أي طرف سياسي آخر. حقيقة سيدي العزيز، لابد من التنويه والتطرق إلى أن الحكومة العراقية الحالية بقيادة السيد السوداني لاقت ترحيب دولي وإقليمي وترحيب شعبي، وحقيقة انفتحت على كافة الدول ومنها المملكة العربية السعودية وقطر، وحتى في آخر ما تم طرحه هناك تبادل استثماري وإنشاء مجمع سياحي في بغداد. حقيقة الرؤية الحالية من الأخوة الأشقاء في العرب قد تكون رؤية إيجابية بعكس الرؤية التي كانت في السابق، كانت رؤية سلبية.
على الحكومات السابقة. نعول أن يكون الفاعل الإقليمي له دور إيجابي ولا يكون له دور سلبي، ومنها الزيارة الأخيرة زيارة وزير الخارجية التركي، وأن يكون التدخل في الشأن العراقي يكون تدخل إيجابي وتقريب وجهات النظر سواء في الجانب السني أو التحالفات السنية أو في الجانب الكردي. ولا يخفى على الجميع أن تخوف تركيا نحن كمراقبين سياسيين نراه تخوف يعني حقيقي من تحرك حزب العمال في شمال العراق، وحقيقة بعض النقاط التي تكون هناك نقاط مشتركة في التبادل التجاري وفي الاستقرار السياسي سواء في البيت السني أو في البيت العراقي بصورة عامة، نعول على الجيران أن يكون تدخلهم تدخل إيجابي. طيب سيد غسان، باب التحالفات السياسية أغلق، لكن ممكن تكون يعني هناك لقاء بين هذه القوى السياسية بعد نتائج الاقتراع مثل ما حصل ما بين السيد الحلبوسي والسيد الخنجر سابقا؟ يعني حقيقة المعروف لدى الجميع أن السياسة لا عدو دائم ولا صديق دائم، وخاصة أن السياسة لا تتعامل على الثوابت معينة وإنما تتعامل على أساس المصالح المشتركة وتقسيم المناصب حسب الكمية التي يملكها الحزب هذا أو تلك. حقيقة القوة الموجودة الآن، القوة السياسية الحاكمة في المكون السني حقيقة أخذت مساحة واسعة وكبيرة، وخاصة في البرلمان العراقي، والسيطرة بشكل واضح وبشكل ملموس على أغلب المحافظات المحررة. يعني الآن المرحلة التي تمر بها سواء محافظة الأنبار والمحافظات الأخرى حقيقة لدى أغلب الكتل السياسية على مستوى الصعيد الأحزاب الحاكمة وحتى على مستوى صعيد الكتل الناشئة الجديدة التي أعادت لملمت نوعا ما أطرافها، بتقديري الكل عرف بأن المرحلة القادمة هي مرحلة حساسة ومهمة ألا وهي انتخابات مجالس المحافظات، والذي يسيطر بشكل كبير نصف زائد واحد أو بالأغلبية لا محالة سيتخرج منه اختيار المحافظين، وهذه خطوة للحزب الذي يسيطر على أي محافظة في المحافظات المحررة سواء محافظة الأنبار والمحافظات الأخرى، وهذا منطلق للانطلاق الأوسع والأكبر لانتخاب البرلمان العراقي القادم الذي أيضا سيتخرج منه اختيار رئيس الوزراء واختيار الوزراء. لذا الجميع عرف بخطورة المرحلة القادمة، لذا بدأ الصراع باكرا حقيقة في محافظة الأنبار لدى جميع الأطراف الموجودة، والكل يعمل على قدم وساق سواء على مستوى الحزب الحاكم وحتى على مستوى الأحزاب الناشئة. أما بخصوص التحالف ما بين هذه القوى المتصارعة الآن حقيقة يعني لا نستبعد أن تكون هنالك تقارب وجهات النظر، وخاصة لاحظنا ونحن كمستقلين حقيقة ومهتمين بالشأن السياسي أن السيد مثنى السامرائي قبل أيام صرح بتصريح حقيقة واضح المعالم رقم أنه جزء من تحالف حسم وفاعل وناشط على مستوى صلاح الدين وعلى مستوى سامراء، صرح على أحد القنوات الفضائية عندما سئل هل بالإمكان أن يعاد التحالف مرة أخرى مع السيد الحلبوسي، قال نعم بالإمكان في المرحلة القادمة، وقال بأن السياسة لا تتوقف ليست ثابتة وإنما بتقديره ويحكمها يمكن شيخ غسان هو الصالح العام. دعني أتوقف عند هذه النقطة وأنتقل إلى سيد أنور. قضية الصالح العام والمصلحة العامة والمصلحة السياسية حضرتك ذكرتها في بيانك عندما غادرت تحالف الأنبار الموحد وانتقلت إلى جانب تقدم. يا ريت يعرضون الكنترول صورة البيان، بيان السيد المحامي أنور إبراهيم العلواني. ذكرت أن انسحابي من تحالف الأنبار الموحد يعني هو أعلن دعمي ومساندتي لتحالف تقدم، أعلن انسحابي من تحالف الأنبار وتقديم المصلحة العامة على الخاصة كما أعلن دعمي ومساندتي لتحالف تقدم. قبل هذا البيان قبل بوقت أيضا كان عندك تغريدة سيد أنور تتحدث أنه بعد الأداء الضعيف لرئاسة البرلمان وعدم حسم ملفات المحافظات المحررة
هي من اختصاص مجلس النواب وباعتبارك أحد أبناء المحافظات المحررة. نعم. أدعو الأخوة البرلمانيين إلى التحلي بالشجاعة وتقديم الصالح العام وجمع نصف زائد واحد لاختيار رئيس جديد للبرلمان. طيب هسه احنا دخلنا سيد أنور، وين الصالح العام مع الأنبار الموحد لو مع تقدم؟ بالعكس سيد بشار، هذه التغريدتين لو انتبهت لها لوجدت بالفعل أن هناك تحرك سياسي إيجابي في الأنبار. التغريدة الأولى عندما أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي كان الغاية منها إيصال صوت الجماهير وإيصال صوت أبناء المدن المحررة ومنها صوت المغيبين والمعتقلين إلى السيد الحلبوسي، وبالفعل تم التواصل وتم دفع السلبيات ونضوج بعض الإيجابيات، ومنها ورقة الاتفاق السياسي التي كلها كل السياسيين وكل الطبقة السياسية يعلم أن هناك ورقة سياسي تم الاتفاق عليها وتم تشكيل الحكومة بموجبها. نعم. بموجب هذه ورقة الاتفاق السياسي التي تبناها السيد الحلبوسي والأخوة البرلمانيين كانت هناك فقرة من ضمنها فقرة العفو العام، وبالفعل تم إحالة العفو العام، وهذا الخلاف الرئيسي الشخصي، لا أقول شخصي ولكن خلاف لإيصال صوت الجماهير وأبناء المدن المحررة ومنها أهالي المعتقلين إلى السيد الحلبوس، وبالفعل تمت الخطوة، تم إحالة قانون العفو العام من مجلس الوزراء وهو في طريقه إلى مجلس النواب للتصويت إن شاء الله نعول عليه بعد الأربعين. الخلاف الثاني كان في تحديد الشخوص أو عدم تبني أي شخص فاسد في الأنبار، وبالفعل سيد الرئيس مجلس النواب جلس مع السيد رئيس الوزراء وقال بالحرف الواحد أنا معك لضرب الفاسدين. ولا طيب لكن إذا تسمح لي قاطعك سيد أنور، نعم. يعني تحالف الأنبار الموحد وصف موقفك وبقية الانسحبة من تحالف الأنبار بأنها تبدل للمواقف، ما تخشون أنها هذه صفة قد لا تنطبق مع قضية الصالح العام أو المصلحة السياسية؟ لم أكن أنوي الحديث على تصريحات التي خرجت من الأخوة في تحالف الأنبار ومن المتحدث الرسمي لتحالف حاسم الذي وصف المنسحبين بأن يعني بوصف لا يليق بهم، لديهم عشائر ولديهم جمهور قوي يعلمهم القاص والدان وهم أسماء رنانة في مناطقهم. سيد العزيز، لا. لماذا لا يتطرقون إلى الخلاف الأولي الخلاف الجوهري عندما تم استبدال السيد محافظ الأنبار الصهيب الراوي بالسيد الحلبوسي، وتمت هذه الخطوة بمباركة رئيس التحالف الحالي وهو كان الراعي الأول، ويعلم سيد غسان يذكرني بهذه الخطوة عندما تم استبدال صهيب الراوي أحد قيادات الحزب الإسلامي وهو الآن يترأس حركة العدل والإحسان وهو جزء من تحالف الأنبار، والآن في نفس التحالف موجود رئيس التحالف السيد دكتور جمال كربولي وهو من ساهم في إخراج السيد صهيب الراوي والتصويت عليه وأتى بالسيد الحلبوسي وكانت خطوة إيجابية. الآن عندما تم الانسحاب وتم رفع المطالبات ومصلحة المصلحة العامة وهي التي تمكن أن يكون هناك تمثيل نيابي في داخل مجلس النواب ويكون صوت لأهالي المغيبين والمعتقلين والشهداء والجرحى، اعترضوا وقالوا أن الانسحاب تم بطريقة مشبوهة وأن دفعت أموال. يا سيد العزيز، أنا كنت عضو أمانة في حزب الحل لمدة 10 سنوات وكنت أحد القيادات التي ساهمت في التغيير في محافظة الأنبار والتي نضجت بخروج السيد الحلبوس وحزب تقدم الحالي. طيب. إلقاء التهم على الغير بأنهم أخذوا أموال أو مناصب، لم نأخذ أموال سابقا لنأخذها الآن. طيب أعود لك بسؤال أخير سيد غسان، هذه الانتقالات اللي شهدناها ومقابلة حراك داخلي وخارجي على الواقع السياسي السني، ممكن أن نشهد أمام هذه الانتقالات الفردية أيضا انتقالات جماعية كمصالحة وغيرها واندماج، وانتقالات جماعية كتلية كما يعني يسمونها؟ يعني حقيقة كما يعرف المشاهد الكريم وقناتكم الكريمة أن المشهد العراقي والمشهد الأنباري يعني سادته نوعا من الضبابية بفترة معينة، ولكن ما أن انتهت فترة الصراعات والتنافسات يقعد الجميع على طاولة واحدة ومن ثم يتم
الاتفاق، ولكن دائما استاذ هذا حتى يفهم المشاهد الكريم والجميع لمن يسمع او ينظر لهذه المناظره او هذا اللقاء، القوة السنية حقيقة وحتى على مستوى القوى الأخوة الشيعية في الأحزاب الحاكمة دائما تنظر إلى الأحزاب القوية، لا تنظر إلى الأحزاب الناشئة أو الضعيفة. فميزان التقارب وميزان التفاوض هو يعتمد على مدى قوة الأحزاب في المرحلة القادمة، ما إن استطاعت أن تتحصل أعداد يعني تؤهلها للمفاوضة مع جهات أخرى. فمثلا الحزب الحاكم أو حزب تقدم إذا تحصل نسبة كبيرة حقيقة في محافظة الأنبار بتقدير الشخصي لن تكون هنالك مفاوضات ولن تكون هنالك تقارب في وجهات النظر في محافظة الأنبار. إذن يعتمد التفاوض والتقارب على مدى الأصوات التي سيجنيها أو المقاعد التي سيجنيها أي حزب سواء في محافظة الأنبار وفي المحافظات الأخرى. ولاحظنا يعني تلميح المثنى، نؤكد مرة أخرى تلميح مثنى السامرائي، الباب مفتوح لتقارب وجهات النظر والجلوس على طاولة واحدة، كون مثنى السامرائي حقيقة له يعني أنصار في سامراء ولا يوجد له حقيقة شعبية أو أنصار في محافظة الأنبار، وهذا الذي أراه بنسبة على مسافة واحدة لجميع الأحزاب الموجودة. السياسي المستقل الشيخ غسان العيثاوي، كنت ضيفا كريما، شكرا لك شيخ غسان. شكرا جزيلا لكم. السياسي المستقل السيد أنور العلواني، كنت ضيفا كريما، شكرا لكما. والشكر الجزيل وموصول لكم مشاهدينا الكرام. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.